بقى هنا مهمة جدا. أنا قبل ما أقع في شخص زي ده يكون جميل. زوج تمام؟ طبعا أنا دور الأم بقى مش هتكلم عنه، اللي هي ربت أصلا شخصية زي دي، ودي هنا أعتقد الأم بتبقى مدركة الحقيقة دي، بس تقولك إيه لما هجوزه هيتغير. والأمورة اللي خدته بتقول نفس الجملة، ومامتها على فكرة بتقول نفس الجملة، أنا كذا فيديو أعمله والله ما هيتغير. والله بحلف لكم مش هيتغير حقيقي، لأن أنت بتخيل 30 سنة أو 25 سنة ربيتي ولد على أنه نايم في البيت. ادخلي كده أي بيت يا دالي، كل واحد بنت أو ولد للأسف قاعدين في أوضة مع الموبايلات. بالزبط. فين والأم في عند الدكتور. بالزبط. الأم بتجيب الأكل، الأم بتحضر السفرة، مفيش. أنا واحدة مش قادرة أقولك، زميلة ليا يعني أنا بفتكرها بالخير، وعلى فكرة مش من الناس اللي معها ولا دكتورة ولا يمكن كلية كمان، وأغنية جدا. الولد فين دخلته وأنا بشتري لبس لقيته بيبيع، ما شاء الله ما شاء الله. تعالي بقى شوفي الوقت لما اتجوز مسؤول وبيساعد مراته، هو اتعود على إيه؟ بالظبط. فهي دي احنا بنربي ايه؟ بنربي ناس يعني بجد، عارفه البطله المقنعه ده جزء منها. حقيقي. اللي احنا بنربيه لاولادنا، حقيقي احنا السبب في 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 طيب. يعني خراب جيل كتير. طيب. اتربى كده نعمل ايه بقى؟ انت كأم انسحبي من حياه ابنك، ما تدخليش بعد الجواز تساعدي. ده للاسف ده، شوف بنكمل ده الام مكمله، ما دي حالات بتجيلي. صح. مامته مكمله. خد منها. انا جيت واحده تطلب عروسه، يعني صاحبتنا كده بتقول لي عايزه واحده وبتشتغل، بقول لها عندي حد كذا معيده في الجامعة. لا لا لا، حد في بنك وتكون فلوس وتشيل مسؤوليه ومعاها فلوس. ايه ده يعني؟ إيه؟ هي عايزه تجوز ابنها. لا ثانيه واحده دكتوره، يعني هي عايزه واحده مرتبها كويس عشان تسند ابنها. انت متخيله ده الدنيا بقى؟ ده احنا اخر الزمان دلوقتي. يعني وده بيحصل على فكره، يحصل. ولما تيجي البنت بقولها طب مامته، تقولي لسه بتسنده. لسه لا، ابعدي بقى. يعني ابعدي، سيبيه، عرفيه اولا انت هتبقى في مسؤوليه، ابعدي. الرجل بيبحث دايما في زوجته عن الام طبعا، يعني عايزها هو. وهي بتدور لمرتبطه باباها نفس الحكايه. يا جماعه احنا مش بنعمل موديلنج، احنا بناخد شخص نكمل بعض. انا عصبيه فهو يهد شويه وانا اشد شويه ونهدي. طب